كابتن عادل، طارق العشري النهارده نجح في ما سعى اليه من البدايه. طارق ما نجحش، احنا اللي ما نجحناش. يعني طارق العشري ما نجحش ليه؟ انا كلمتك كابتن، قلت لك قبل الشوط الاولاني هو نجح في اللي عايزه. لا يعني انا بتكلم النجاح بتاع المدرب هو اللي بيعمل تكتيك علشان لا انت النهارده ما كنتش كويس. هقول لك ليه. انا كلمتك قبل اول سؤال كلمته لي، انت قلت لي، انا قلت لك خروجنا من بطوله قويه لبطوله اخرى بيحصل عندنا مشكله. ايوه، واديتك امثال كتير قوي. اديتك دوري السنه اللي فاتت، ماتش بالذات البنك الاهلي كان الصدفه، ادت انك انت لعبت فاينل وكسبته ورجعت اتعادلت مع البنك الاهلي، ورجعت اتعادلت تاني مع البنك الاهلي في موقف مشابه زي ده. فانا بقول لك في مشكله عندك في حته ايه يا كابتن؟ عندك مشكله كبيره في حته خروجك من بطوله بتلعب في بطوله تانية، او بعد فرحه كبيره تلعب مباراه تانية. المشكله خاصه بمين عادي؟ المشكله من وجهه نظري خاصه بالفرقه كلها، بالفنيين واداريين. المفترض ان تخرج من دي على دي، انك انت تنسي لعيبتك كل الموضوع. انا شفت ثلاث مرات. ما هو انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل في الحكايه دي. يعني انت بتقول انسي لعيبتك البطوله دي، احنا كسبانين ومعديين، وجاي روحك المعنويه عاليه زي ما قال الكابتن شريف. يعني انت عارف لو انت خسران معنويه عاليه، لا لو انت خسران كانت ممكن الامور تتصعب شويه. بالعكس، زي انت ما بتقول. بالعكس. ليه؟ لانه انت وانت خسران اللعيبه بتاعتك عارفه ان هي قصرت، لكن انت كسبان. طيب فانت جاي كسبان، دي بطوله ثانيه. لا ما انا هقول لك يا عادل، الشوط الثاني في مباراه الرجاء بعد اذنك، احنا كنا مضغوطين وبنقول عايزين نخرج بالنتيجه، بس واقفين على رجلينا. صح، رحنا للجول 3 انفراد. مظبوط، وسبرنتات من التويتشات. ما انتوا كده مش فاهمين انا بقول ايه. لا احنا ما بعلقش عليك. لا انا ما بعلقش عليك. لا انا عشان احنا الناس تفهم اللي انت عايزه. لا ما هو انا بوضح لكم، انا بوضح لكم مش موجود النهارده ايه السبب. انا بقول لك السبب 3 مرات يحصل فينا كده. بعد بطوله افريقيا خدتها اتعادلت مع، واديتك امثال بالبنك الاهلي ضاع منك بنطين وتعادلت مع البنك الاهلي. بعد بطوله جامده بعديها برضه اتعادلت مع البنك الاهلي. بس ده مش فاينل يا كابتن برضه. لا ده مش فاينل. بص اي موقف ده مش فاينل. وده خد بالك يا كابتن عادل، معلش، ده برضه مش هيبقى نظام هتمشي عليه في كل النادي الاهلي. لو انت مشيت بالشكل ده يبقى انت مش هتاخد ولا دوري عام بعد كده. طالما انت يبقى انت لازم تخرج من افريقيا. انا لك تاخد الدوري. لا لحظه، ما هو لحظه، ما هو ده اللي انا بقوله لكم. تضحي بالدوري عشان، ما هو ده اللي انا بقوله لكم. المشكله في ايه؟ ايه المشكله؟ بقالنا 3 مرات وانا قلت قبل المباراه واحنا داخلين نتكلم على بدايه المباراه، قلت له يا كابتن ايمن خروجك بعد مكسب كويس ما بتاديش تاني ماتش كويس، يا رب يكون الموضوع اختلف المره دي. دي لتالت مره بيحصل فيك بتفقد بنطين في الدوري علشان انت جاي كسبان من موقع، من موقع كبير. موقع صعب يا كابتن. ما انت يعني انت مش مريح عشان تيجي تريح. انت مش فاهم يعني. انت ده يا كابتن، يا بلال لحظه كابتن، انا بتكلم في خطا ما، في خطا ما. النقله دي ما ينفعش تبقى موجوده يعني. انت هتروح تلعب افريقيا تتغلب في الدوري؟ ايه انا بتكلم، انا بقول لك بص عادل عايز يقول، انا فاهم يا كابتن كلامه، هو عايز يقول ان انت النقله بتعمل لك مشكله. لا او التحول الحته دي بتعمل لك مشكله. لا ما قلتش كده، انت خليك تكمل. خليك تكمل. عادل عايز يقول ان لما يحصل معاك 3 مرات كده يبقى في اسباب بتوصلك لكده، فكانت لازم تتعالج. ما ينفعش تحصل فيك 3 مرات. ما انا فاهم كده، كمل بقى. انا فاهم كده. لحظه، ما ينفعش يبقى. لحظه، انا اللي ما ينفعش يبقى الاستاندرد بتاعك. انت مش فاهم ايه بقى. هو هيقول لي انت، انا مش بقول، انا معاك على فكره، انا مش بقول ان ده صح. انا مش ضدك، انا بقول لك، انا بوصف لك الحاله فاقول لك حلها من وجهه نظر التدريب. ماشي يا كابتن. يعني انا لو مدرب بعمل ايه من وجهه نظري انا؟ انا لما بطلع علشان العب مباراه زي دي واوصل لقبل نهائي افريقيا، انا عامل حسابي على بعديها هاجي على مباراه في الدوري. فانا من وجهه نظري بعمل ايه؟ بحضر للمباراه دي باشخاص عندهم طموح اعلى او يرجعوا اكتر. يعني اللعيبه، انا ممكن اكون لعبت زي السليه النهارده لو كان رايح من البدايه، انت فاهمني؟ لانه السليه من اكتر الناس اللي لعبوا.
لو ريحت انا السوليه من البدايه ما كنتش غيرت ولا تعير ولا تعور ولا حمدي مستلم 100% برضه. اه بالظبط. ما انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، حمدي برضو عنده جهاده يعني ممكن تمام ملعبش. ما هو انت لازم تجيب بديل ثالث. ما هو مجدي قفشه لما لعب في بطوله كاس العالم للانديه اول مباراه، لما لعب تاني لعبه اول مباراه، لما لعب ديفندر تاني جنب ديانج. انت بتلعب طراع الجيش مش بتلعب فانت كنت ممكن تلعب واحد تالت. دي كمان ادعى انك انت تحضيرك للمباراه. انا بتكلم في انك انت عشان تحضر لازم بتحضر للمباريات ما بعد دي، لكن لما انت تالت مره يحصل فيك الموقف ده يبقى انت عندك مشكله في فرقتك في دي لازم